أهلا وسهلا بكم في رياض ومدارس الوطن العربي. اليوم سوف نبدأ بالدرس الثالث، قياس الزاوية. أهم النتائج لهذا الدرس: سوف نتعرف على أداة قياس الزاوية المنقلة، وسنجد قياس الزاوية باستخدام المنقلة. أولا، مفهوم الزاوية وعناصر الزاوية. الزاوية شعاعان لهما نقطة البداية نفسها. نلاحظ الشكل، عندنا نقطة بداية رسمت منها الشعاع الأول والشعاع الثاني. إذن الشعاع الأول والشعاع الثاني لديهم نقطة بداية واحدة، تسمى أيضا برأس الزاوية. عناصر الزاوية: رأس الزاوية وهي النقطة التي يلتقي فيها شعاعين. الشعاع الأول يطلق عليه ضلع الأول للزاوية، والشعاع الثاني يطلق عليه الضلع الثاني للزاوية. نلاحظ العلم الأردني يحتوي على الكثير من الزوايا الحادة والزوايا المنفرجة والزوايا القائمة. نلاحظ الزاوية باللون الأسود يطلق عليها زاوية قائمة، وباللون الأزرق زاوية حادة، وهذه الزاوية زاوية منفرجة. أنواع الزوايا: نلاحظ الشكلين الآتيين. سيارة تحتوي على نوعين من الزوايا: الزاوية الأولى، الزاوية المنفرجة، هي الزاوية التي يكون قياسها أكبر من 90 درجة، والزاوية الثانية زاوية حادة، وهي الزاوية التي يكون قياسها أقل من 90 درجة. الشكل الثاني ملعب، يحتوي على نوع الزاوية زاوية قائمة، هي الزاوية التي يكون قياسها 90 درجة. رمز الزاوية يكون شكله تسمية الزاوية. هنالك 3 مسميات لتسمية الزاوية. المسمى الأول، نلاحظ الزاوية ب. المسمى الثاني الزاوية ألف ب جيم. التسمية الثالثة هي الزاوية جيم ب ألف. قياس الزاوية: تقاس الزاوية بوحدة الدرجة، وترمز بالرمز دائرة صغيرة. مثال: 30 درجة، 90 درجة، 110 درجة. الأداة المستخدمة لقياس الزاوية: المنقلة. نلاحظ شكلها، هي المنقلة نصف دائرة مدرجة من 0 داخلي ل180 وصفر خارجي ل180. حتى أقيس أي زاوية باستخدام المنقلة لازم نحقق شرطين: مركز المنقلة يجب أن ينطبق على رأس الزاوية، والخط الأفقي ليبدأ من الصفر يجب أن ينطبق على أحد ضلعي الزاوية. نلاحظ الزاوية الآتية: لو بدي أقيس قياس الزاوية دال، أنا سميتها الزاوية دال، لازم أحقق شرطين: مركز المنقلة لازم ينطبق على الدائرة على رأس الزاوية، والخط الأفقي اللي يبدأ من الصفر على ضلع واو. ثم نشوف، فقياس الزاوية دال بتساوي 20 درجة. لدينا ملاحظة: تختلف الزوايا في قياساتها، إذ أنها تقاس بمقدار الانفراج بين ضلعيها
فكلما زاد هذا الانفراج كان قياس الزاوية أكبر. إيش هاي الملاحظة؟ بنلاحظ إنه هاي إذا كان عنا زاويتين وبدي أشوف مين الزوايا من الزاويتين الأكبر بس دون استخدام المنقلة، فبذهب إلى الانفراج، يعني هي فتحة الزاوية. إذا كانت فتحة الزاوية بين هدول الزاويتين أكبر من الزاوية الثانية، نحكي عن الزاوية الأولى هي الأكبر. نلاحظ الشكل، لاحظ عندي أنا هون هاي الزاوية الأولى، وعندي الزاوية الثانية. نلاحظ إنه الزاوية الأولى فتحتها أكبر من الزاوية الثانية، أو انفراجها أكبر من انفراج الثانية، فالزاوية الأولى أكبر من الزاوية الثانية دون استخدام المنقلة. لكن إذا صار عندنا عملية شك، من الضروري أن نستخدم المنقلة حتى نشوف مين الأكبر بين الزوايا. خلينا ننتقل على سؤال رقم 1 صفحة 114. عين الزاوية ذات القياس الأكبر في كل زوج من الزوايا الآتية. نلاحظ إنه في الزوج الأول عندنا زاويتين، الزاوية الأولى فتحتها أكبر من الزاوية الثانية، فبالتالي مين الأكبر؟ الأكبر هي الأولى. نلاحظ لو نقيسها في المنقلة بيكون هون قياسها 110 وهون 90. في الزوج الثاني نلاحظ إنه الفتحة الزاوية الثانية أكبر من الأولى، فبتكون هي الأكبر. في الزوج الثالث صار عندي عملية شك مين الأكبر ومين الهاد، فلازم أستخدم المنقلة. أول وحدة المنقلة لازم نحقق الشروط، إذن مركز الدائرة على رأس الزاوية، فمنلاحظ إنه قياسها 130، والشكل الثاني قياسها 125، فبالتالي قياس الزاوية هاي أكبر من الثانية. مثال رقم 1 صفحة 115. عين في الشكل الآتي أي الزوايا المرسومة أكبر وأيهما أصغر، ثم تحقق من ذلك بإيجاد قياساتها مستخدماً المنقلة. عندي الزاوية الأولى كاف لام ميم، الزاوية الثانية نون هاء واو، الزاوية الثالثة حاء طاء ياء، والزاوية الرابعة راء زين سين. بدي أشوف باستخدام المنقلة مين الأكبر ومين مين أكبر زاوية وأصغر زاوية. خلينا نشوف أول وحدة، بروح على رأس الزاوية مين بيكون؟ لام في قياس الزاوية كاف لام ميم، بحط مركز المنقلة على رأس الزاوية والضلع، فيكون قياسها 30 درجة. إذن قياس الزاوية الأولى 30 درجة. منروح على قياس الزاوية الثانية نون هاء واو، فرأس الزاوية اللي هي هاء نطبق مركز المنقلة على رأس الزاوية ونحسب، إذن قديش بيكون قياسها؟ رح نستخدم الصفر الخارجي، 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110، فقياسها 110. نلاحظ الشكل الثاني أو الزاوية حاء طاء ياء شوي غريبة، فمنشوف جميع الاتجاهات حتى تزبط. مين عندي رأس الزاوية؟ طاء، فلو عملت هيك فأنا ما استفدت إشي. لو عملت هيك تمام، هاي صح. فمنلاحظ إنه قياس الزاوية مش 90، انتبهوا مش 90، قياس الزاوية حاء طاء ياء راح تساوي 80. قياس الزاوية 80، لاحظوا من هاي
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. إذا قياسها بتساوي 80. نروح على آخر زاوية، راء زين سين. مين رأس الزاوية؟ رأس الزاوية هاي، فمنطبق عليها مركز الدائرة. هيك ما استفدت إشي، رح نروح هيك نعمل كمان هيك، ما رح استفيد إشي. منروح هيك، إذا هون كمان هيني آخر إشي استفدت. منشوف هي عند صفر الداخلي، 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140، وطالعة فوق بشحطة. إذا قديش قياسها؟ قياسها 141 درجة. نلاحظ إنه من الزوايا مين أصغر زاوية؟ إذا الزاوية كاف لام ميم هي الزاوية الأصغر. مين الزاوية الأكبر؟ الزاوية راء زين سين، هاي الزاوية الأكبر.